أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الخاصة عن قصة الميلاد. قصة الميلاد هي قصة ولادة ربنا يسوع المسيح في ملء الزمان. هذه الولادة العجيبة، جاء الرب يسوع المسيح له المجد من السماء بمعجزة، إذ ولد من القديسة المطوبة مريم العذراء، ودخل التاريخ وقسم التاريخ إلى نصفين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فذكرى المسيح، عندما نذكر الأرقام لابد أن نفكر أو لابد أن نتأمل في هذه الشخصية الفذة الفريدة من نوعها، شخصية يسوع المسيح. لكن قصة ولادة يسوع المسيح لم تكن مجرد منذ 2000 سنة، لكن في أحداث قبل، في العهد القديم، منذ بداية الأيام، الله عم بعد التاريخ، الله عم بجهز الزمن لمجيء المسيا الرب يسوع المخلص، ليأتي إلى عالمنا، عالم الشقاء، عالم الظلمة، عالم الفوضى، عالم الجهل وعالم الخطية، لكي يعترض هذا العالم من خلال أجمل بشارة وأعظم زيارة وأعظم افتقاد للجنس البشري، وهو مجيء ربنا يسوع المسيح. في البداية دعوني أقرأ بعض الآيات من رسالة بولس إلى أهل غلاطيا، الإصحاح الرابع ومن آية 4. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، هذه في آية 26 في الإصحاح الثالث. بعدين بيستمر في الإصحاح الرابع، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. هذه الآية جمعت كل التاريخ عندما اكتمل الزمن بمجيء المخلص الموعود ربنا يسوع المسيح، له كل المجد. أنا بدعوكم معي في هذه القصة العجيبة، قصة الميلاد، نشاهد هذه الحلقة الخاصة. إخوتي وأخواتي، طبعا أرقام الهواتف موجودة على الشاشة، يمكنك أن تتواصل معي. ابقوا معنا، سأعود بعد هذه الترنيمة الأولى. هذه الترنيمة رنمت في مدينة الناصرة، الأخت كاترينا رواجدي، واللي ألف هذه الترنيمة وليد خليف، وصورت في أرض الموقع أمام كنيسة البشارة. دعونا نستمع لهذه الترنيمة مع بعض.
أهلا أعزائي المشاهدين. قصة الميلاد كما ذكرت كانت في فكر الله الأزلي. طبعا الله مكتوب عنه أعد الحمل أي يسوع المسيح قبل تأسيس العالم، وهذا لكي يظهر محبته ولذته مع بني آدم، وأنه يصر بخلقته أو خليقته اللي هو صنع الإنسان، خلق الإنسان على صورته ومثاله، الصورة الأدبية طبعا الصورة الروحية. وعندما خلق آدم وحواء، آدم أخطأ وعصى ربه فطبعا طرد من الجنة، لكن الله وعد بالوعد الأول، الوعد المسياني بمجيء المخلص في ملء الزمان، أنه سيأتي من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية. الحية طبعا هو التنين القديم أو الشيطان، واحدة من أسمائه، وهذا تم فعلا من خلال مجيء المسيح في ملء الزمان وموته على الصليب، تم سحق الشيطان كاملا. خلال العهد القديم الرب كان بيتكلم من خلال رموز، من خلال إشارات، من خلال ظلال، ومن خلال نبوات عديدة اتحدثت عن شخص المسيح، عن طبيعته، عن مكان ولادته، وعن عمل يسوع المسيح. فمكتوب في الرسالة إلى العبرانيين، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فالله استخدم الأنبياء القديسون وكلمهم بطرق متنوعة عن مجيء المسيح، عن مجيء المسيا. وعندما جاء ملء الزمان الله أعد كل شيء، يعني عندما اكتمل الزمن الله جهز طبعا اللغة اليونانية بمجيء طبعا الإسكندر الأكبر اللي نشر الحضارة اليونانية، واللغة اليونانية والعهد القديم ترجم إلى الترجمة السبعينية إلى اللغة اليونانية، وهكذا العهد الجديد كان متداول باللغة اليونانية. لكن في نفس الوقت كان الرومان يحكم العالم، فسيطرت الرومان ووحدت العالم وأعطت جنسيات وقامت بتشريع وقوانين كثيرة، ومن ضمن هذه القوانين أعطوا ما يسمى الحكم الذاتي autonomy self rule. وهذا الحكم الذاتي في بعض المقاطعات أنه ممكن يمارسوا عبادتهم، وهذا طبعا في ملء الزمان كان اليهود رجعوا إلى أورشليم في أيام عزرا ونحميا وزروبابل وبنوا الهيكل. في أيام المسيح أو ما قبل المسيح هيرودس الكبير جدد الهيكل وبنى الهيكل وكانت تقام الذبائح. فاليهود كانوا متوقعين مجيء المسيح وكانوا بينتظروا مجيء المسيح الملك. في ملء الزمان عندما اكتمل كل شيء الله أعد كل الظروف وكل الإمكانيات حتى يولد يسوع المسيح في بيت لحم. وطبعا كانت في أيام هيرودس الكبير لتتميم مقاصد الله، وفي أيام أغسطس قيصر اللي سن قانون حتى كل واحد يذهب إلى مسقط رأسه إلى أرض ميلاده، وبالطبع يوسف ومريم من عشيرة داود فكان لازم يروحوا لبيت لحم حتى يكتتبوا هناك. فعم نشوف أن الله عم بجهز كل الأحداث التاريخية بيجمعها في حدث واحد وبيسلط الضوء من النظرة الشاملة العامة، بيحصرها أكثر إلى الناصرة وذهاب يوسف ومريم إلى بيت لحم في ظروف سياسية صعبة،
في أيام كان بيكثر فيها الفساد الديني أيضا، ذهابهم إلى بيت لحم لتتميم النبوة. طبعا رح نواصل حديثنا، لكن نحب نسمع قراءة من الكتاب المقدس عن هذا الموضوع. الأخت ماي عقل من بيت لحم رح تقوم بهذه القراءة. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمضته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهورا من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. مين كان يظن إنه الله عم بجهز التاريخ ويعد الأحداث في أماكن متواضعة مثل الناصرة، حقل الرعاة في بيت سحور، أو بيت لحم مدينة داود اللي كانت صغيرة جدا في أيام المسيح؟ يا لحكمة الله ويا لعمله الفائق. الرب جهز كل الترتيبات. يوسف ومريم مع أنه طبعا عائلتهم سلالتهم من الملك والنبي داود اللي هو من بيت لحم، لكن في هاي الفترة الزمنية كانوا بيسكنوا في قرية صغيرة، قرية الناصرة. هذه القرية كان تعداد سكانها ما بيزيد عن 400 لربما 500 نسمة. هذه القرية الصغيرة مبنية على جبال عالية، جبال الناصرة اللي بتطل على سهل يزرعيل اللي هو مرج بن عامر أو هار مجدو، وأيضا يطل على مناطق كثيرة وجميلة حولها. المدينة التي كانت تشتهر هي المدينة الرومانية قريبة من الناصرة اسمها صفوري أو اتسيبوري، ولربما يوسف كان بيعمل في هذه المدينة ويرجع إلى قرية الناصرة. هذا كله لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه يدعى ناصريا، وهذا بيعبر عن تواضع المسيح أن يأتي إلى قرية متواضعة كعبد متألم، قرية
يمكن ما كانش صيتها حلو. إذا بتتذكروا لما دعا نثنائيل سأل السؤال: أيمكن أن يكون شيء صالح من الناصرة؟ قال له: تعال وانظر. وبالفعل يعني المسيح جاء وترعرع وعاش في قرية متواضعة جدا. في هذه القرية كان بيسكن القديس يوسف والقديسة مريم العذراء، وطبعا يوسف النجار اللي هي يعني أكتر الكلمة بتعني الشخص اللي بيعمل في أشغال يدوية، وممكن تكون الحجارة لأنه أرض فلسطين بتكثر فيها الحجارة. تكتون بتعني هاند مان أو الشخص اللي بيعمل في إيديه، فلربما كان بيعمل نجار وحجار في نفس الوقت، شغلة متواضعة حتى يكون رزق إلى هذه العائلة. في هذا المكان لتتميم النبوات القديمة أن الرب أرسل الملاك جبرائيل إلى قرية الناصرة إلى عذراء مخطوبة ليوسف، وبشرها بأعظم بشارة وافتقدها بأعظم زيارة. قال لها: سلام لك أيتها المنعم عليك، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سألت: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هذه القرية الصغيرة اللي كانت على الجبال في عين العذراء بسموه اليوم، مازال موجود النبع الماء القديم في الكنيسة البشارة للروم الأرثوذكس، وطبعا في نفس الوقت موجود كنيسة البشارة للكاثوليك بيت العذراء مريم، وهناك يقال أن الملاك بشرها وافتقدها في هذه الزيارة. هذه الزيارة لم تكن غريبا، هذه المناطق كانت تقع تحت أسباط زبولون ونفتالي، هذه الأسباط التي ذهبت قديما أولا إلى السبي الآشوري سنة 722 قبل الميلاد. ثم الله بيتكلم في النبوة لهذا الشعب: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. جاء نور الرب إلى مريم العذراء في قرية متواضعة وبشرها أن المخلص سيولد منها. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل. هل أصبح عيد الميلاد مجرد عطلة للبيع والشراء؟ أم هناك أدلة تاريخية حقيقية ترمز لمعنى أعمق؟ تعالوا معنا في رحلتنا لنكتشف المعنى الحقيقي لقصة الميلاد. رحلة الميلاد. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة، أنا بدعوكم معي في هذه السلسلة الشيقة لدراسة رحلة الميلاد، دراسة تاريخية وأيضا دراسة كتابية. أنا موجود حاليا على جبل الزيتون الذي يطل ويشرف على البلدة القديمة أورشليم القدس. في هذه الرحلة رح نتحرك إلى أماكن عديدة، رح نروح إلى منطقة الشمال إلى بحيرة طبرية، ثم ننتقل إلى مدينة الناصرة حيث البشارة، سوف نرجع إلى الجنوب مرة أخرى إلى أورشليم وإلى بيت لحم حيث ولادة يسوع المسيح، ننتقل إلى بيت صحور حقل الرعاة،
وأيضا رح نروح للجنوب إلى منطقة الصحراء، منطقة قمران، حتى نكتشف مع بعض وندرس مع بعض عن رحلة الميلاد ونتعلم أكثر عن هذه الشخصية التاريخية اللي أثرت وغيرت التاريخ. أنا بدعوكم معي لنستمتع معا بدراسة هذه السلسلة الشيقة رحلة الميلاد. أعزائي، رحلة الميلاد دراسة تاريخية ووثائقية راح تكون على القناة الفضائية قناة الحياة من 21 إلى 25 ديسمبر كل مساء الساعة 11 مساء بتوقيت بيروت على القناة الفضائية في الشرق الأوسط، وأيضا على القناة الفضائية في شمال أمريكا الساعة 9 مساء بتوقيت الشرق في شمال أمريكا. أنا بشجعكم تشاهدوا هذه الحلقات، هي عبارة عن وثائق ودراسة تاريخية شيقة اللي راح نروح فيها عبر الأحداث الكتابية والمواقع الكتابية حتى نتعرف أكثر عن شخصية يسوع المسيح له كل المجد. جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء، وطبعا سألت كيف وأنا لست أعرف رجلا. هذه الولادة متميزة فريدة من نوعها لأنها ولادة عذراوية، لكن القديسة مريم آمنت بهذا الوعد وامتلكت هذا الوعد وتحققت أن الله سيحقق هذا الوعد. الكتاب أيضا بحدثنا أن يوسف رجلها كان إنسان بار، كان بخاف الرب، رجل تقي، إنسان شهم وإنسان نبيل. يقول أن أراد تخليتها سرا لأنه يدرك أنه في العادات اليهودية إذا شابة تقريبا بعمر 15 أو 16 سنة أنه تكون حامل، فطبعا العقاب هو الرجم. ولأنه شخص نبيل أراد تخليتها سرا، لكن الملاك اعترض طريق يوسف وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، وهذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. وأيضا من خلال هذه البشارة الملاك أعطى طبعا الاسم أنه يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هذه الولادة أحبائي كانت في فكر الله الأزلي وفعلا تمت في ملء الزمان. العائلة المقدسة يوسف ومريم طبعا في فترة زمنية أغسطس قيصر سن قانون أنه لازم كل شخص أو كل عيلة لازم يرجعوا لمسقط رأسهم. فتخيل معي كان لازم يتركوا الناصرة ويروحوا إلى أقصى الجنوب إلى بيت لحم، وهناك أكيد طبعا عندهم أقرباء لأنه طبعا يعني العائلة جاي من نفس المنطقة. هذه رحلة شاقة عادة تأخذ أسبوع من الزمن، لكن خلينا نتخيل أنه مريم كانت في الشهر الأخير فبتأخذ مسافة أكثر لأنه الناس بتسير حيث يوجد الماء، يعني بيسيروا مثلا بضع كيلو مترات وبيوقفوا في مكان اللي موجود فيه الماء وحتى كمان يناموا في نفس المنطقة. هذه المسافة البعيدة أخيرا وصلوا إلى بيت لحم، وعندما وصلوا إلى بيت لحم لم يكن هناك موضع في المنزل،
طبعا كتير مرات احنا من يمكن منفكر انه كانوا بحاولوا يستأجروا فندق، لا، عادة الناس بتنام عند الأقرباء. فأنت تخيل ازدحام الناس اللي هاجرت من الجليل إلى بيت لحم حتى تسجل القوانين أو تسجل أسماءها في فترة زمنية معينة. في هذه المرحلة تم أيامها للتلد وما كانش في أي مكان. أخيرا كان في بيت، وهذا البيت فيه فناء اللي أحيانا بيكون تحت مغارة، والمنطقة مشهورة في المغاير، وهناك هذه المغارة أحيانا بيجيبوا الحيوانات بالفصل الماطر أو الطقس البارد، وهو أيضا عبارة عن مخزن للحبوب، لأنه ولدت ابنها وأضجعته في مذود متواضع بسيط جدا. يا لعظمة الرب أنه جاء وولد في مذود متواضع. أحبائي، أدعوكم لتشاهدوا معي هذه الترنيمة من فريق الرب رايتي، والترنيمة بتقول أي طفل. أي طفل ذاك الذي غنت له الملائكة وأنشد جند السماء أحلى أنغام التسبيح. أهلا أعزائي، كان فريق الرب رايتي أي طفل الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. يا لتواضع المسيح. ذهب يوسف ومريم إلى بيت لحم، وهناك ولد الطفل يسوع المسيح
في ظروف سياسية قاسية جدا. بعد هذه الولادة جاء الملاك وبشر رعاة يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، كانوا ما يسمى اليوم في حقل الرعاة في بيت صحور اللي بتكثر فيها الحظائر الغنم، وواحدة من أسماء المنطقة هناك صير الغنم. وهناك سبحان الله من كل البشر اختار رعاة بسطاء لكي يخبرهم بأعظم بشارة، وهذه البشارة قال: ها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وفعلا الرعاة اللي استحقوا اهتمام السماء، ملائكة السماء، جمهور آلاف مئات الآلاف ملايين من الجوقة الملائكية التي رنمت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة. فذهب هؤلاء الرعاة مسرعين إلى بيت لحم فرحين في هذه الأخبار السارة. وفي نفس الوقت طبعا عندما ولدت مريم الطفل يسوع لابد أنهم انتقلوا إلى بيت، في كائنات فلكية اللي كانت بتتحرك أيضا، في نجم كان بيتحرك لمدة زمنية طويلة، واللي تبع هذا النجم مجوس جاءوا من المشرق، علماء حكماء الذين طبعا يخدمون في السلك أو في البلاط الملكي، هؤلاء ضلعون متخصصون في علم الفلك والطب والحساب، وأيضا يعرفون نبوات والكتابات العهد القديم، أكيد نبوة دانيال ولربما إرمياء النبي، دانيال أنه سكن في أرض فارس وسكن أيضا في أيام بابل. فإذا كان عندهم إدراك وتبعوا هذا النجم، فجاءوا إلى أورشليم وسألوا هيرودس الملك أين هو ملك المولود ملك اليهود، أتينا لنسجد له. هذا أثار غضب هيرودس وطلب منهم أن يروحوا يبحثوا، وسأل هيرودس عن مكان الولادة، اتحقق أنه فعلا يولد في بيت لحم لتتميم النبوة. ولكن هيرودس استشاط غضب عندما جاء المجوس وزاروا مريم يوسف والطفل يسوع وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا في رموز ملكية، رموز الألم والنبوة والكهنة والنبوة من خلال هذه الهدايا، لكنهم رجعوا بواسطة حلم من خلال ملاك، رجعوا إلى أرضهم. فهيرودس النتيجة أنه قتل أطفال بيت لحم، وتعتبر المجزرة أو المذبحة الأولى عند ولادة يسوع المسيح، قتل أطفال كثيرون، وكان بكاء وعويل اتنبأ عنها إرمياء النبي عن نوح وبكاء في الرامة أي منطقة قريبة، وشبه النساء كأنهم ذاهبات إلى أرض السبي. هذه كلها حدثت حول هذا الميلاد. أنا بدعوكم الآن حتى نعرف قليلا عن بيت لحم الأخت ماي عقلي. وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. بيت لحم، هذه المدينة الصغيرة الفقيرة المتواضعة التي تقع على مشارف وحدود مدينة أورشليم العظيمة، بيت لحم التي يبدأ ذكرها في الكتاب المقدس بذكرى ميلاد بنيامين من رحيل محبوبة يعقوب، ولكن أيضا لها ذكرى مؤلمة وحزينة،
هناك ماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم، وما زال قبرها هناك إلى هذا اليوم. يا لها من ذكريات غالية تعيدها علينا هذه القرية بيت لحم، المدينة التي ولد فيها داود النبي العظيم، المرنم الجميل، الرمز المدهش للرب يسوع المسيح، التي تسمت باسمه وترعرع وكبر وصار ملك إسرائيل بحسب قلب الله. بيت لحم التي تعني بالعبرية بيت الخبز والشبع، التي في حقولها التقطت الأرملة المسكينة رعوث التي جاءت من بلاد مؤاب لتحتمي تحت جناحي إله إسرائيل. وهناك حدثت قصة الحب بين هذه الفتاة الريفية المؤابية وبين بوعظ التي من نسلها جاء ابن الموعد الرب يسوع المسيح. بيت لحم ولد فيها المسيح مخلص العالم الذي عليه رجاء الأمم ورجاء الخليقة كلها. بيت لحم التي في سمائها ترنمت الملائكة بكل ما فيها من مجد وعظمة، وأعلنت السماء لرعاة فقراء لا قيمة لهم في المجتمع، لكن في هذه المدينة الملائكة تأتي لكي تعلن ميلاد الرب يسوع المسيح. مدينة بيت لحم الصغيرة المتواضعة التي لم يكن أحد أن يسمع عنها، ولكن مجيء الرب يسوع المسيح المتواضع لها أصبح إلها معنى وشأن عظيم، مثل ما يقول الكتاب المقدس: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وبهذا الاختيار للمدينة المتواضعة جعلها من أعظم المدن ومن أشهر المدن في الوجود. من منا لا يعرف أو لم يسمع عن مدينة بيت لحم؟ من في هذا الوجود لم يتمنى أن يزور مدينة بيت لحم؟ هذه المدينة الصغيرة المتواضعة، لكن بمجيء السيد المسيح فيها صار إلها شأن عظيم. أخي المشاهد، وإنت كمان رح يصير إلك شأن عظيم لما يجي المسيح ويولد في قلبك. ربما إحنا بين الناس نكرة، غير معروفين أو غير موجودين، ربما إمكانياتنا أقل من ناس كتير كتير. إحنا المكتوب عنا المزدرة وغير الموجود، وإحنا كمان مكتوب عنا خطاة: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. لكن اسمع عزيز المشاهد، لما يولد المسيح في قلبك بيخليك مختلف ويجعل لك قيمة ويعطيك معنى في الوجود. عندما يولد المسيح في حياتنا يجعلنا ملوك وكهنة. أنا بدعوك بأنه تطلب المسيح أنه يدخل لحياتك وقلبك، وعندها تصير لحياتك معنى وقيمة، وكمان تضمن حياتك الأبدية وتعرفه مخلص شخصي لحياتك. عزيز المشاهد، بدعوك أنك تحني راسك معي وتدعوه أنه يدخل لقلبك وتسلمه حياتك. رح تصير خليقة جديدة وتبدأ معرفتك الحقيقية لمعية الله في حياتك. بصلي من كل قلبي إنه زي ما المسيح ولد في قلبي وفي حياتي وخلى إلها قيمة وشأن ومعنى، إنه كمان يولد المسيح في قلبك أنت كمان، حتى تختبر محبة الله وغفرانه لحياتك، وحتى يخلي لحياتك قيمة وشأن ومعنى وأبدية مستمرة مع الرب إلى أبد الآبدين. آمين. وإذا كان العالم عزيز المشاهد مع كل اتساعه معطاش خالق ومكان، فهل تعطي أنت لخالقك وفاديك مكان في قلبك؟ أم أنك ما زلت بتخليه واقف خارج قلبك مستنى الدخول، يقرع بقرعات الحب من دون أن تفتح له؟ هل قلبك مشغول بسواه وعندك وقت لكل إشي إلا المسيح؟ عزيز المشاهد، ابن الله تنازل وقبل أن لا يكون له مكان على الأرض حتى يكون لك أنت مكان في السماء. أهلا أعزائي المشاهدين، ما زلنا في قصة الميلاد. أنا بدعوكم تشوفوا رحلة الميلاد
رح نعرض هذه الرحلة على قناة الفضائية قناة الحياة من 21 إلى 25 ديسمبر كل مساء الساعة 11 مساء بتوقيت بيروت على القناة الفضائية في الشرق الأوسط قناة الحياة، وأيضا رح تعرض في نفس الوقت الساعة 9 مساء على القناة الفضائية قناة الحياة اللي بتغطي شمال أمريكا. هذه الرحلة رحلة تاريخية كتابية في المواقع الكتابية، رح تكون شيقة ودراسة مسرة لكل واحد منا. يوسف ومريم ذهبوا إلى بيت لحم، وولدت مريم الطفل يسوع. جاءت الرعاة من بيت صحور من حقل الرعاة إلى بيت لحم، وجاءوا المجوس حكماء المشرق من المشرق وقدموا هدايا للطفل يسوع تعبير عن السجود والامتنان لهذا الملك المولود الرب يسوع المسيح له كل المجد. هيرودس اغتاظ جدا وقتل أطفال بيت لحم، لكن لا تنتهي القصة، فالرب أنقذ طبعا العائلة المقدسة، ومن خلال حلم ليوسف طلب الملاك من يوسف أن يأخذ مريم امرأته والطفل يسوع، وصاروا في مسافة شاقة إلى أرض مصر، وهناك مكثوا فترة زمنية، وأكيد كانت بركة أيضا لأرض مصر أن رب المجد يكون في هذا البلد الجميل الرائع أن يزور المخلص أرض مصر. لكن لما مات هيرودس الكبير اللي هو الأب الأكبر، انقسمت المملكة إلى ثلاث أقسام. أرخيلاوس ابنه كان بيحكم منطقة اليهودية، وهيرودس أنتيباس اللي منشوفه أكثر في العهد الجديد اللي قطع رأس يوحنا واللي حاكم يسوع المسيح في أورشليم، وأيضا هيرودس فيليبوس اللي كان في المنطقة الشمالية. أرخيلاوس كان فاسد، قتل 3000 شخص فأقالته الحكومة الرومانية. فالنبوة بتقول من مصر دعوت ابني، فرجعت العائلة المقدسة، وبدل ما أنه يرجعوا يسكنوا في أورشليم أو في بيت لحم المنطقة منطقة أجدادهم، رجعوا إلى قرية الناصرة حيث كان يسكن يوسف ومريم أولا، وهناك طبعا كان يسوع خاضعا لهما، وهناك كان ينمو بالحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. لكن أحداث الميلاد أحبائي مش بس في هذا الحدث، يعني حتى قبل بشارة مريم الرب بشر زكريا في الهيكل بولادة يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان هيأ طريق الرب، ومريم ذهبت لزيارة أليصابات نسبتها في عين كارم في منطقة اليهودية، ورجعت في أيام تتميم الولادة، رجعت طبعا إلى الناصرة، ومن الناصرة رجوعا مرة أخرى إلى منطقة اليهودية إلى بيت لحم. لكن برضو في أحداث الميلاد عندما اختتن الرب يسوع، وأيضا عندما أخذ الطفل يسوع لكي يقدم في الهيكل لكي يكرس، وهناك سمعان الشيخ قال تعبير كتير مهم: الآن تطلق عبدك بسلام لأن عيناي قد أبصرتا خلاصك. كان بيتوقع خلاص الرب يسوع المسيح، وزكريا كان متوقع فداء إسرائيل، وحني بنت فنوئيل اللي عاشت سنين طويلة عابدة في الهيكل أيضا تنبأت عن هذا الفداء من خلال الطفل يسوع المسيح. وسمعان الشيخ تنبأ على القديسة مريم أنه سيجوز سيف في نفسها في عمقها، وهذا بيتكلم عن صلب
يسوع المسيح وأنها ستتألم كثيرا منه. أليس عجبا أحبائي موقف الميلاد؟ المتدينين اليهود كان عندهم لا مبالاة وعدم الاكتراث أن يروحوا لبيت لحم ويسألوا عن الطفل يسوع. هيرودس الملك أراد أن يتخلص من يسوع وأن يقتله، لكن الله تراءى لرعاة بسطاء ولمجوس من المشرق يهود وأمم حتى يكونوا خلال ولادة يسوع المسيح. ما أعظم هذه الولادة، هذه الولادة العجيبة. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يسوع جاء ليعطي حياة وحياة أفضل. جاء المسيح ليخلص البشرية من خطاياهم. إخوتي وأخواتي، أدعوكم فعلا أنك تتأمل في هذه القصة في هذه الأيام. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. هل أصبح عيد الميلاد مجرد عطلة للبيع والشراء؟ أم هناك أدلة تاريخية حقيقية ترمز لمعنى أعمق؟ تعالوا معنا في رحلتنا لنكتشف المعنى الحقيقي لقصة الميلاد. رحلة الميلاد. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة. أنا بدعوكم معي في هذه السلسلة الشيقة لدراسة رحلة الميلاد، دراسة تاريخية وأيضا دراسة كتابية. أنا موجود حاليا على جبل الزيتون الذي يطل ويشرف على البلدة القديمة أورشليم القدس. في هذه الرحلة رح نتحرك إلى أماكن عديدة. رح نروح إلى منطقة الشمال إلى بحيرة طبرية، ثم ننتقل إلى مدينة الناصرة حيث البشارة. سوف نرجع إلى الجنوب مرة أخرى إلى أورشليم وإلى بيت لحم حيث ولادة يسوع المسيح. ننتقل إلى بيت صحور حقل الرعاة، وأيضا رح نروح للجنوب إلى منطقة الصحراء، منطقة قمران، حتى نكتشف مع بعض وندرس مع بعض عن رحلة الميلاد ونتعلم أكثر عن هذه الشخصية التاريخية اللي أثرت وغيرت التاريخ. أنا بدعوكم معي لنستمتع معا بدراسة هذه السلسلة الشيقة رحلة الميلاد. مرة تانية أعزائي المشاهدين، رحلة الميلاد رح تعرض على القناة الفضائية قناة الحياة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الساعة 11 مساء بتوقيت بيروت، والساعة 9 مساء بتوقيت شمال أمريكا التوقيت الشرقي. هذه الرحلة رحلة دراسة تاريخية، فيها منتعلم عن الخلفيات الحضارية وظروف هذه الولادة من ناحية تاريخية، وطبعا استضفنا أيضا أشخاص متخصصون في القرن الأول وفي المخطوطات القديمة حتى يشاركونا في هذه الدراسة المهمة لكي نتعرف عن شخصية يسوع المسيح. أحبائي، جاء يسوع المسيح في ملء الزمان. ولد يسوع المسيح. هذه الولادة ولادة متميزة، ولادة فريدة من نوعها، لا يوجد لها مثيل. آدم الله خلقه، لكن المسيح كما نقول في قانون الإيمان المسيحي مولود غير مخلوق. فجاء المسيح أولا
لتتميم النبوات، نبوات العهد القديم، أنه سيأتي من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنه سيأتي من سبط يهوذا، وأنه سيأتي من عائلة يسى من بيت داود، وأنه سيدعى ابن داود، وأنه سيكون المسيح الملك المخلص. وتنبأ أيضا عن مكان الولادة في بيت لحم، وتنبأ عن طبيعة المسيح، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وأن هذه الولادة فريدة من نوعها، مش بس لتتميم نبوات عديدة في شخص المسيح، لكنها فريدة لأن المسيح لا مثيل له، ولد من القديسة مريم العذراء، كما قالت للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ولد يسوع المسيح لتتميم النبوات، ولد يسوع المسيح ولادة عذراوية لم تعرف رجلا. وهذه الولادة مهمة جدا، لأن المسيح جاء من فوق، حبل به من الروح القدس، كما قال عنه يوحنا المعمدان: الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. ثم جاء المسيح الوحيد اللي بلا خطية، خالي من كل عيب، لم يتورث الطبيعة الخطاءة، لأنه ولد من عذراء فلم يتورث الطبيعة الخطاءة، فإذا هو الكامل حتى يقوم بالفداء الكامل، لأنه حمل الله بلا عيب، ولا دنس، يستطيع أن يرضي العدالة الإلهية، ويستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية أجمعين على كل العصور والأزمان. ولأنه فريد، هو إله كامل وإنسان كامل، حتى يكون عنده الكفاءة أن يكون المخلص، وأنه فعلا يفتدي الإنسان. لكن كيف نثبت كل هذا؟ القيامة، قيامة يسوع المسيح تعطي المصداقية وتعطي الشرعية أن كل ما فعل يسوع المسيح تم بالحقيقة، وأن المسيح قام من الأموات، هزم الموت، وهو حي إلى أبد الآبدين. يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. مكتوب: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. في الختام أحبائي، أنا عاوز أدعوك. في هذا العيد الرب أعطانا يسوع، فماذا تقدم للرب؟ أنا بعتقد أفضل هدية ممكن تقدمها ليسوع حياتك، قلبك، حتى يأتي يتربع على عرش قلبك ويغير حياتك، فتصبح إنسان جديد، خليقة جديدة، وتصبح ابن أو بنت للرب عندما تقبل يسوع المسيح. أنا بصلي من كل قلب أن هذا العيد يكون مميز اليوم في حياتك، تدعو المسيح حتى يكون رب ومخلص على حياتك. إذا طلبته خبرنا. كل عام وأنتم بألف ألف خير.